سلام خوتي، اليوم ما نهضروا على فاكهة دراغون فروت، وغادي نوريك كيفاش تزرعها في المنزل او في البيت ديالك، وكيفاش تعتني بها، وشنو هما الاسرار باش تصدق معاك. فخليك مع طريقة الزراعة. المهم الاخوان، طريقة الزراعة ديالها فهي كالتالي: كتجيب حبة او تمرة من فاكهة الدراغون فروت. كتعمل لها هكا، من بعد اخوتي كتاخد هذا الطريف هذا او هذا، صافي كيما هكا تحطو هنايا، بلاستيك بحال هذا، وكتغطي به الرأس ديال الاسيس، كتلويه كيما هكا مزيان خوتي. كنجيو كنخرمو الزوحات كيما هكا باش تنفس التربة. المهم علاش حنايا كنديرو هاد الكيس بلاستيكي؟ هاد الكيس بلاستيكي كيكون لينا في الاسيس، في الاسيس الداخل كيكون لينا قد الحرارة قد درجة الرطوبة، يعني كيكون لينا الداخل جو معتدل، كيكون لك هذاك الجو اللي كيكون في شهر مارس، يعني قد درجة الحرارة قد درجة الرطوبة، كيساعد البذور باش أنها تنمو بسرعة. فاش كيبداو يبانو النموات على هذا الشكل كنحيدو الكيس بلاستيكي. كيطلعو عندك الشتلات. غادي نشوفو شي وحدة دابا نجربوها قدامكم هنايا، نوريكم الشتلات ديالهم كيفاش دايرين. بسم الله اخوتي، سمحوا لي على التصوير، ما كنصور غير بوحدي، داكشي علاش. كيطلعوا عندكم على هذا الشكل هذا، كيطلعوا فيها عدة فروع. بعد فاش كتولي على هذا الشكل هذا فكتنقلها في اسيس. فانا هنايا عندي اكياس بلاستيكية على هادو، غادي نقلها في اسيس بلاستيكي. من بعد اخوتي فغتبدا تكبر عندك على هذا الشكل، وان فوا كتولي قد هكا يمكن لك تقسمها على زوج، يمكن لك تزرع هاد الشتله بوحدها وهاد الشتله حتى هي تزرعها بوحديتها. فاش تزيد تكبر اخوتي تولي قد هكا تتحولها في اسيس قد هكا، ما كتحتاجش التربه بزاف، وكتبغي السمد الحيوان. سبحان الله، اي نبته تقدر انك تكثر لها السمد الحيواني فهي تتحرق، الا هاد الفاكهه سبحان الله اخوتي قد هكا راه كتصيب لها واحد الدعامه. الدعامه خاصها تكون من الاسيس، من الداخل ديال الاسيس، تكون من تحت ديال الاسيس، يعني تكون هابطه حتى القعر ديال الاسيس، يعني حتى لهنايا، هذه هي الدعامه، وخاصها تكون دعامه قويه. علاش دعامه قويه؟ حيت النبات فاش كينوض كيتسلق كيما هكا، كنعملوا له شي دائره الفوق كيما هذه على هذا الشكل، على هذا الشكل، باش ملي يتسلق كنخرجوه من هنا من هذه البلاصه، وهو كيعاود يدور عاوتاني ويعاود ياخذ الشكل ديالو. على سبيل المثال كيف هذا، كيف ما هذا، فهما تسلقوا كما كتشوفوا. هادشي علاش كيديروا ليهم الدعامة، والدعامة خاصها تكون دعامة قوية، حيت النبات كيكون باقي صغير فاش كيكبر يعني كيكون واحد المنتقل لتحت ديالو، داكشي علاش كنديروا له هاد الدعامة. كانوا عاطين التمار ديالهم. دابا نخلي لكم الفيديو وتشوفوا التمار ديالهم، قطعنا التمار ديالهم، راه كانوا عاطين تبارك الله غزالة. فأنا عندي هنايا بزاف ديال الشتالات اللي غنوريهم لكم دابا. فأخوتي فاش كيكبر ويولي على هذا الشكل هذا، يمكن لك تستعمل واحدة بحال هذه، تستعملها للشتالات، تصيب منها شتالات، يعني تقدر أنك تقطع هاد الفوق هذا، تقطعو يعني تقريبا من هنايا، وتكون منه شتلة، والتحت ديالو حتى هو تكون منه شتلة، وهكا غيولو عندك بزاف ديال الشتالات. كيف ما ندير انا دابا وكيف ما غادي نوريكم دابا اخوتي، ها الشتله الاولى، يعني هذه حداها واحد الطماطم خصني نحيدها، هي هذه اخوتي شتله، يعني بنفس الطريقه باش وريتكم، يعني كان صار وقسمشو
وعطاني احد الشاشالات. راه كيف ما كتشوفوا فانا عندي هنا عدة شاشالات، يعني بنفس الطريقة باش وريتكم قبيلة، كشكون ضروري الدعامة الوسط لانني غادي نحتاجها من بعد باش يتسلق عليها النبات ديالي. وفحال دابا هادي فيها جوج، كنحيدها هادي، هادي غادي نحيدها، وغادي دائما نخلي وحدة فقط، دائما نخلي وحدة فقط. هذا باش يكبر واحد شوية الساق، هذا يخرج منه عاوتاني جوج ولا وحدة، غادي نقطع وحدة ونخلي غير وحدة حتى يتم، غادي طالع مع هادي ويوصل حتى للفوق كما شرحت لكم، عادة باش يمكن ليا نخليها تاخد الحرية ديالها. فاخوتي هي قبل ما كتنوض الحب ديالها كتنوض واحد الزهرة اللي هي في الوسط ديالها جوج زهرات، زهرة كبيرة وزهرة صغيرة. كناخدو اللقاح من الزهرة الكبيرة وكنديروه في الزهرة الصغيرة باش كتأكد 100% بأن التلقيح غادي يصدق معاك 100% وغادي ينضج الثمار ديالها. نورمالمون هاد الطريقة خاص يديرها النحل، ولكن انت كديرها يدويا باش كتأكد وكتحيد الشك. فكيف ما شفتوا اخوتي، كنتمنى نكون انني فدتكم. اما بالنسبه للشاشالات فراه عندي الشاشالات بزاف. بالنسبه لي انا اخوتي فراه كنسكن في كازا، بالضبط في اناسي، الناس اللي قرابين ليا وبغاو الشاشالات يجيو ياخذوا الشاشالات بدون مقابل، يعني شاشالات بدون اي ثمن. فانا عندي هنا بزاف ديال الشاشالات، فلما لا نعطيهم للاصدقاء ديالي فكيستحقهم، وبدون احتكار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. فاما بالنسبه للفيديو اخوتي فراخد مني عده اشهر، فكنتمنى انكم تقدروا المجهود ديالي. السلام.